ايوه يوسف. ازيك يا نور؟ ازيك، وحشتيني. وانت كمان وحشتني. اتفضل اتفضل يا يوسف، انا كنت بعد اليوم والليله عشان ترجع بالسلامه. اتفضل. عم يوسف، عم يوسف. ازيك يا يحيى حبيبي؟ عامل ايه يا بطل؟ ده انت اللي بطل. ابويا بيقول لي ان كل الضباط والعساكر واللي شايلين سلاح على الجبهه يبقوا ابطال. مش بس اللي بيشيلوا السلاح هم اللي ابطال يا يحيى. تعرف لو ذاكرت مذاكرتك وطلعت من الاوائل هتبقى بطل وسيد الابطال كلهم. مين النحاية؟ اطمن، انا هطلع الاول. اما انا بقى رسمت حته لوحه هتعجبك قوي. على فكره انا كنت ناوي اديها لك انت وابله نوره تعلقوها في شقتكم لما تيجوا تتجوزوا، بس بابا سبق وحجزها. يا حبيبي ولا يهمك. خلاص يا سيدي، خيرها في غيرها. اللوحه الجايه هتبقى بتاعتنا. فهم بابا ان انا حجزتها من دلوقتي انا وابله نوره. على فكره انا ابتديت فيها اصلا. تعالى لما اوريها. استنى استنى على مهلك شويه، الراجل تعبان يرتاح وبعدين وريله اللي انت عايزه. حاضر. اتفضل يا عم يوسف اقعد، انت مش غريب. خلاص يا سيدي هقعد. والله يا يحيى كبرت وبقيت راجل. انت عارف ابله نوره عملت لك الاكله اللي انت بتحبها عشان عارف انك نازل اجازه. والاسبوع اللي فات عملت لنا صياديه عشان قلت لها ان انا نفسي فيها، بس ما رضيتش تاكل معانا. معقوله؟ ليه؟ عشان انت مش هتاكل معاه. يحيى وبعدين معاك؟ اشمعنى انت بتكتبي لعم يوسف وتعرفيه كل حاجه؟ انا كمان لازم اقول له كل الاخبار. يوسف تشرب ايه؟ انا مش عايز اشرب حاجه، كفايه عليا اني شفتك وشفت يحيى. الا بالحق هو عامل عربي فين؟ ده وحشني قوي. ال 50 جنيه اللي خدتهم منك في دمياط هبقى اديهم لك في اقرب وقت. عيب يا عم العربي، ما تقولش كده. هو في فرق بيناتنا؟ ده انت لو طلبت عينيا ما اقدرش اقول لك لا. مش معنى عليك يعني يا سي عبدو. على عموم كتر خيرك، اصيل والله. هنعمل ايه بقى؟ ايجار الورشه ما بقاش مكفي حاجه، ومرتب نوره بيتصرف على توحه وكليتها. حتى محمود اللي كنت مستني يشيل همه وهم اخواته بقيت انا اللي بحمل همه. محمود ها خلاص هيشتغل وان شاء الله هيقف جنبك ويساعدك. لا تنقطع ايدي ولا تتمدله. باي ليه هتقول دي يا عم العربي؟ ده مهما كان ولدك برضه. لا العربي ما يمدش ايده حتى لابنه، وان شاء الله ربنا هيقدرني برضه واجوز نوره عشان اسطرها وافرح بيها واطمن عليها قبل ما اموت. هاد الشر عليك يا راجل. ايه مالك يا عبدو؟ صوتك مش عاجبني. انت لسه قلقان برضه من الحكايه اياها. خايف. خايف يا عم العربي. لا يعرفوا مكاني ويجوا عشان ياخدوا بطارهم مني. تصدق بقى الطار ده جواك انت بس يا عبدو. انت اللي مخوف نفسك ليل نهار. يا الناس دي فاضيه؟ معقولة تقعد تدور عليك السنين دي كلها عشان ياخدوا بطارهم منك؟ لا يا عم العربي، انت ما تعرفش ولاد بلدي زيي. دول ما عرفتوش طارهم واصل. أمانة عليك لو جرالي حاجة، جرجس وأمه أمانة في رقبتك. دول دلوقتي ما لهمش حد غيرك. الظاهر ما فيش فايدة فيك يا عم. ربنا يستر. أمال فخري فين؟ هو مش كان قايل إنه هيعدي علينا في القهوة؟ هيقولوا فيه مركب تايلاني وجات من ساعتين على المينا، اهو راح يشوف رزقه. بعدين احنا ورانا ايه؟ ما احنا سهرانين. اقوم اعمل لك الشاي بتاعك. لا انا عايز قهوه ساده. ايه؟ مش معنى على روح الكسر راح منكم يا اهلاوي. باي عليك يا عم العربي، لازم تفكرني. حد كان يصدق ان الترسنه تخرج الاهلي من الكاس وتبقى هي عشان تلعب على النهائي مع اللي يكسب من الاتحاد والاولمبي؟ وما تغربكوش ليه؟ وبكره الاسماعيلي كمان ياخد الدوري. ما هو مستحلف لكم زي ما الترسانه استحلفت لكم وعملتها معاكم. هيقول الاسماعيلي ويقول الترسانه، طب ما تتشتروا انتوا بتاخدوا الدوري ولا الكاس حتى. ايوه كده، سمعني ضحكتك الحلوه. ان شاء الله وحياتك هناخد الكاس، وساعتها انا اللي هشيله بنفسي والف بيه مع فريق المصري بورسعيد كلها شارع شارع. التنسيق العسكري بين مصر وسوريا الايام دي تقريبا شبه كامل، خصوصا في مجال القوات الجويه. فريق اول محمد صدقي سافر سوريا مع مجموعه من كبار الضباط المصريين في الجيش المصري عشان ينسق مع السوريين الموضوع ده. انا عايز اوري عم يوسف اللوحات الجديده اللي انا رسمتها، وكمان الارانب اللي ولدتهم الارنبه عزيزه. سيب عمك يوسف يستريح يا يحيى،
يتعشى ويستحمى وبعدين يبقى الصبح يفرجوا على كل حاجة. معلش اعذرني يا عم عربي، انا اصلي وانا جاي في السكة عديت على الخندة في الحي الافراد دي وحجزت لي اوضة عشان يعني ابقى بات فيها. يا كلام يا ابني، هو انت غريب؟ الاصول اصول، طول عمرك بتفهم في الاصول. على فكرة انت جيت في وقتك يا يوسف. جيت في وقتي؟ قصدك ايه يا بابا؟ لا ولا حاجة، هي السمنة خلصت مني كنت بتطبخي النهاردة يا نورة. ايه ده؟ انت ايش عرفك؟ الاكل طعمه باين، في سمنة على زبدة، وانت ما تطبخيش بسمنة على زبدة الا لو كانت السمنة خلصت وما لقيتيش حد يشتري لي غيرها. وانت فاكرة ابوك ايه؟ بياكل كده عمياني من غير ما يستطعم؟ ممكن يا بابا. يا محمود ساكت يعني؟ ما حدش سمع لك حس من ساعه ما قعدنا على العشاء. معلش يا بابا، اصل انا لسه راجع من الشغل يعني وتعبان قوي مش قادر انطق ولا كلمه. اخبارك ايه يا يحيى حبيبي واخبار الامتحانات ايه؟ الحمد لله، بكره اخر يوم في الامتحانات. الشاي يا يوسف. تسلم ايديك يا بابا، ما كان لوش لزوم. تعال. يا سلام، وانا يعني بديك الساعه لما اخدمك برموش عينيا. تسلم لي رموش عينيك الحلوين. على فكرة أنا قريت يومياتك اللي أنت سبتها لي لما جيتي زرتيني في الوحدة. عارفة يا نورة أنت تنفعي تبقي أديبة شاعرة. يا سلام، مش قوي كده. وحياتك عندي، ده أنا كنت حاسس إني معاكي في كل لحظة، بصدق كل مشاعرك. ولو إني بقى بحلم باليوم اللي هتبطلي تكتبي لي فيه يومياتك دي. ليه يا يوسف؟ أنت مش قلت إنها عجبتك قوي؟ قوي قوي، بس لما نبقى مع بعض في بيت واحد مش هتحتاجي تكتبي لي، لأن كل لحظة هتعدي علينا هنبقى فيها سوا مش هنحتاج ورقة وقلم عشان نعبر عن مشاعرنا. قولي لي دوحة عاملة ايه؟ هي ما نزلتش اجازة؟ بقول لك الولد ده مش كويس ولازم تقطعي علاقتك بيه فورا، مش كفاية انه شغلك وبيخليكي ما بتحضريش محاضراتك؟ ما تخافيش على مستقبلي ولا على المحاضرات اللي ما بحضرهاش عشان اقابل ممدوح، انا بذاكرها وحنجح فيها واجيب تقدير كمان. الحكاية مش حكاية محاضرات ما بتحضرياش عشان سي ممدوح بتاعك ده، الحكاية أكبر من كده بكتير. أكبر من كده؟ قصدك إيه؟ قصدي إن إحنا النهاردة كان عندنا اجتماع في منظمة الشباب، واتفاجئنا كلنا إن واحد من زمايلنا اترفد من المنظمة، مع إنه كان أكتر واحد فينا حماس ووطنية، واترفد ليه؟ لأن ليه آراء سياسية عن الديمقراطية والحرية. وممدوح ماله ومال زميلكوا ده؟ ممدوح ماله؟ ما هو ممدوح بقى اللي عمل تقرير سري عن زميلنا ده وقدمها لبعض الجهات، ده طبعا بعد ما حط التوابل والشطة والملح في أداء زميلنا، ووصفه بأنه طابور خامس وعنصر هدام ويجب بتره. على فكرة الكلام اللي انتي قلتيه ده دلوقتي يأكد كلام ممدوح انك بتغيري منه وتشناي عليه. القايمة دي رجعتها بنفسك يا شاكر؟ ايوه يا صالح بيه، وفيها اسماء كل اعضاء التنظيم الجديد. احنا جمعنا تحريات كامله عنهم من مصادر متعدده، واتاكدت منه انهم مجموعه من الحاقدين اعداء الثوره وبيشكلوا تنظيم هداء. برافو يا شاكر، احنا مستنيين تعليمات سيادتك قبل ما نتحرك يا فندم. انا عايزكم تقبضوا عليهم مره واحده وفي توقيت واحد، مش عايز حد منهم يبلغ بقيه افراد التنظيم فيهربوا مننا. الليله قبل الفجر ما يطلع تكونوا قابضين عليهم كلهم. أمرك يا فندم. وفي خلال 48 ساعة يكون عندي هنا اعترافات مكتوبة وموقعة من كل أفراد التنظيم، عشان الناس اللي بيشنعوا علينا ويقولوا إن إحنا بنلف قضايا، إحنا ما بنلفقش قضايا، إحنا بنعمل ده كله لخدمة الوطن وملناش مصالح شخصية. طبعا يا فندم. روح أنت يا شاكر شوف شغلك، وأنا هبلغ سيادة الرئيس بالتنظيم الجديد عشان يعرف ويتأكد إننا سهرانين على مصلحة الوطن وما بننامش لا ليل ولا نهار. بعد إذنك يا فندم. أيوة ست الرئيس. أيوة فندم. أنا آسف لإزعاج فخامتك. معلش يا فندم، أنا عارف إن النهاردة كان يوم شاق جدا، كان الله في العون. ها طبعا يا فندم، في أخبار جديدة ومهمة. إحنا حطينا إيدينا على تنظيم جديد ومعادي. أيوة فندم.
ايوه سعادتك، كل حاجه بالادله والتحريات هنقبض عليهم الليله. هما كانوا بيخططوا لقلب نظام الحكم والاطاحه بمكاسب الثوره. في اسرع وقت هيكون على مكتب سعادتك ملف بالموضوع كله. تحت امر سعادتك يا فندم. تصبح على خير فخامتك. مع السلامه يا فندم. خالي، هو حضرتك كنت بتكلم سياده الرئيس؟ ايوه يا سيدي، زي ما سمعت كده. حطينا ايدينا على تنظيم هدام جديد. ايه اللي بيحصل في البلد يا خالي؟ بالراحه لنفسك شويه. انا قلقان عليك. هو مش ده تالت تنظيم معادي تقبضوا عليه الشهر ده يا خالي؟ ما هو اعداء الثوره والوطن بيزيدوا يوم عن يوم، وده لان وراهم قوه خفيه، بس احنا مصحصحين لهم قوي وهنضرب بيد من حديد لحمايه الوطن. اتفضل يا حاج. تسلم ايدك يا فضل. شفت بقى يا حاج، لولا محمود جه واشتغل في الوكاله كان زمان كل الحسابات لخبطه. يا سلام، يعني هو ده بس اللي بصلك من محمود؟ الله، ست ام مرعي، اهلا وسهلا. ايه اللي جابك يا ام مرعي؟ يما خبطني. هي دي اهلا وسهلا بتاعتك يا حاج؟ اهلا وسهلا، خير؟ شوف يا حاج، انا خلاص طقيت وفاض بيا، واللي فات كلكم واللي جايكم تاني. في ايه بس يا ست ام مرعي؟ فيه يا ضنايا ان ابوكي من ساعة ما طلقني ورماني انا وابني ما بيسألش يا اختي، ما بيقولش يا ترى هي عايزة حاجة، محتاجة حاجة، وهو عايش ومتغندر ومتنغنغ ومنغنغه معاه انتوا كمان، ولا على باله. اني ما قصرتش معاك يا ام مرعي، ابنك هو اللي جاني ومنعني ابعتلك المصروف. ماليش دعوة بابني، فاهم ولا لا؟ ولا انت خلاص ما صدقت؟ اللهم طولك يا روح. طب اهدي اهدي بس يا ست ام مرعي. اسمعني بقى، انا استحملت كتير فاهم وسكت كتير قوي، لكن اللي جاي اقل من اللي راح. واعمل حسابك بقى من هنا ورايح، اول كل شهر تبعت لي مبلغ يكفيني وزياده كمان. بأمرت ايه؟ بأمرت ايه؟ بأمرت اني كنت مراتك يا عنيا. ايوه اديكي قلتيها بعظمه لسانك، كنت مراتي، والحمد لله كل حي فينا راح لحاله، وابنك بسم الله ما شاء الله كبر وتوظف، وانت دلوقتي ملزومه منه. اخص عليك، اخص عليك يا سلام. يهون عليك الايام الحلوه اللي كانت بينا، يهون عليك شبابي اللي ضيعته معاك يا سلامونتي. سلامونتي يا وليه، ده انت خليتي عيشتي سودا وهباب بعمايلك وجنانك ده. انا مجنونه؟ انا مجنونه يا راجل يا شايب يا عايب؟ مش كده يا حاج، مش كده يا ست ام مرعي، ما يصحش كده. اقعدي اقعدي. مش عايزه اقعد. لا تقعد ولا تقف، والوكالة دي ما تعتبهاش تاني. نعم 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 نعم، بتطردني من الوكالة؟ اشهدوا يا ناس، اشهدوا يا خال، الحاج سلامة بيطردني من الوكالة، حقي وحق ابني. ما يصحش كده يا ست ام مرعي، انت هتلمي علينا الحتة ولا ايه؟ واجيب لكم الحكومة كمان. بقول لك ايه، واعلى ما في خيلك اركبيه، بس الوكالة دي ما تعتبهاش تاني. دعي عليك، دعي عليك وكشف راسي، دعوة ولية في ساعة مغربية وكنس عليك كل الجوامع. إلهي ما توعى ولا تتهنى بمليم واحد من اللي انت كارزهم على قلبك يا قادر يا كريم. غوري في 60 داهية. شايفة الولية الخرفانة بتدي عليها ازاي؟ شايفة؟ عشان ما حدش يقول ان انا ظلمتها. معاش ولا كان اللي يقول كده يا بابا، بس اهدى وارتاح. اهدى وارتاح ازاي؟ انا عارف ايه اللي فكرها بيا تاني، ده انا ما صدقت خلصت منها. اهدى بس يا بابا وروق دمك. بقول لك ايه، اوعي تقولي لاختك على اللي حصل، لا انت عارفه اختك لسانها طويل، وانا مش ناقص وجع قلب من الولية العقربه دي. مالك يا يوسف، فيك ايه؟ من ساعه ما اتقابلنا وخرجنا مع بعض وحاسه انك سرحان، زي ما يكون في حاجه مهمه قوي شغلك عني. ده صحيح يا نورا. كده برضو تبقى مشغول بحاجه وانا واقفه جنبك؟ ما انا مشغول بيكي برضو. بيا انا؟ ليه بقى ان شاء الله؟ وبعدين مفروض تبقى مشغول بيا وانا بعيد عنك مش وانا قصاد عينك. رغم المشاعر الحلوه اللي بسمعها منك وبحسها وانا معاكي، لكن اوقات كتيره بحس انك معايا ومش معايا. اخس عليك يا يوسف، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا مش هخبي عليك يا نورا، انا بقالي مده طويله بالرغم من الكلام الحلو اللي بسمعه منك الا اني حاسس انك بعيده عني، زي ما يكون في حاجه بتاخدك مني. حاسس اني مش دي نورا ابدا اللي انا حبيتها اول ما عينيا شافتها، ولا دي نورا اللي حبتني.
واعترفت لي بحبها. زي ما يكون حبنا ده بقى عامل زي البذرة اللي اترمت في الأرض، وبدل ما تكبر وتبقى شجرة كبيرة بفروع وجذور، دبلت وبقت مخنوقة وهتموت من العطش. هو ده رأيك بحبنا يا يوسف؟ زعليش مني يا نورة، لكن لازم أتكلم معاكي وأفضفض لك. أنا جاي النهاردة عشان أعترف لك وأقول لك لو ما بتحبينيش زي الأول أنا مستعد أروح لأبوكي وأقول. بس اوعى تنطق، أنا مش عايز أسمع منك الكلمة دي تاني، سامع؟ يعني لسه بتحبيني يا نورة؟ طبعا يا يوسف، أنا حبي عمره ما نقص، حبي ليك كل يوم بيزيد أكتر من اليوم اللي قبله. والبذرة اللي أنت بتتكلم عنها دي بقت شجرة، شجرة كبيرة قوي، وكل جذورها مغروسة جوه قلبي. من ليه بحس إنك بعيدة عني؟ صحيح بتقولي لي كلام حلو وكنت أتمنى أسمعه، لكن يا نورة يا يوسف، أنا شوقي في أوقات كتير جدا بيخليني مش قادرة أنام طول الليل. ساعات كتير جدا بكتب لك عن كل حاجة بتدور حواليا، بكتب لك جوابات، ولما أصحى الصبح عشان أرميهم في البوسطة بلاقيني مقطعاهم. بحاول إن محدش يحس بإن بعدك عني مأثر فيا وواخد قلبي مني. كمان بحاول إن أكتب لك كل اللي بيدور حواليا عشان أحس إنك مش بعيد عني. ليه يا نورة؟ ليه مش فاهم؟ خلينا نتحكم في مشاعرنا، عايزين نهزمها قبل ما هي تهزمنا، مش عايزين نضعف قدامها علشان ما تتحكمش فينا. معقولة يا نور؟ خايفة حبك ليا يتحكم فيكي؟ حبنا لبعض مهما كان له مكانة جوا قلبي، لكن في حب من نوع تاني خالص، يمكن انت يوسف مش واخد بالك منه. حب بيفرض عليا الالتزام والواجب، مش هقدر اهرب منه. قصدك والدك واخواتك مش كده؟ يا مش كنت تقولي كده من الاول يا نورة؟ نورة انا بحترم حبك ليهم جدا، ولا يمكن في يوم من الايام ابعدك عنهم. يبقى تستناني كتير قوي يا يوسف، انا لسه قدامي سنين طويله لحد ما احس ان اديت الواجب اللي عليا تجاه ابويا واخواتي. ساعتها بس هقدر اعيش لوحدي ويبقى لي بيت واسره بعد ما اطمن عليهم. وانا هستناك يا نورة، ان شاء الله استناك العمر كله. معلش بقى يا نورة، كان عندي مذاكرة كتير وأبحاث لازم أسلمها في الكلية. أختك عجبتها القعدة في مصر، ما بقتش عايزة تيجي بورسعيد، حتى كلامها اتقلب، ما بقاش في ولا كلمة بورسعيدي. خلاص الامتحانات قربت، وتوحى إن شاء الله السنة دي هتقضي معانا الأجازة كلها. طيب أنا هستأذن بقى عم العربي عشان يا دوبك ألحق أنزل السويس أشوف والدتي. وإحنا ما وحشناكش ولا إيه يا حضرة الضابط؟ ولا انت كنت جاي بس عشان تشوف نورة وتاخدها وتتفسحوا وتقول لها كم كلمة الحلوين، واحنا بقى ما نلزمكش؟ ايه الكلام ده عم العربي؟ انا مش بعش من قعدتك ابدا وانت عارف كده، وليك عليا قبل اجازتي ما تخلص وارجع الكتيبة ان شاء الله حاجي يوم بحاله اقعده معاك. طيب سافر السويس بكرة اخر النهار. ايش معنى يا بابا؟ مفاجأة يا ستي، قال يا خبر النهاردة بفلوس. يلا حضرة الضابط اطلع لي يحيى بقى عشان انت وحشه قوي وكان بيسال عليك طول ما انت بره. اتفضل. عن اذنكم. بعد اذنك انا يا بابا بقى اقوم اذاكر. مذاكره ايه بس يا توحه؟ هو انت ما شبعتيش مذاكره في مصر؟ طب قولي اساعد اختي في شغل البيت، دي كل حاجه على راسها لوحدها. لا ده اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. قولها يا نورة، معقولة اشتريتي لي كل القمصان دي؟ بس يا رب بقى ذوقي يعجبك. يا حبيبتي ده كتير قوي. انت مش كتير عليك الدنيا كلها يا يوسف. هو انا بس يعني اللي بجيب هدايا؟ انت نسيت اخر مرة جبت لي هدايا كانت قد ايه ولا ايه؟ ده انت اللي اجمل هدايا في حياتي يا نورة. وبعدين يا ستي انا كفاية عليا قوي انك افتكرتيني وانا غايب وجبتي لي الحاجات الحلوة دي. اخس عليك يا يوسف، افتكرتك وانت غايب؟ انت قدام عينيا ليل مع نهار، ده انت صورتك مطبوعة جوه قلبي وفنين عناي، ده انت النفس اللي انا بتنفسه. انت عارف يا يوسف، لولاك ما كانش قلبي دق. الله، ده ايه الكلام الحلو ده؟ ده مش كلام حلو متزوق يا يوسف، صدقني هي دي الحقيقة. ايه ده ايه ده؟ وبعدين بقى في شقاوتك دي؟
أنا برضه اللي شقي. يا حبيبتي أنت ليه مش مصدقة إن قلبي وروحي دايبين فيك؟ ده أنا عايش على أمل واحد. أنا من رأيي بقى تروح تبات في اللوكنت بتاعتك دي زي ما قلت لبابا. كده أهو ماشي يا ستي، بس خلي بالك مفيش حاجة على وش الدنيا تمنع إنك تكوني في أحلامي ليل نهار. عنك انت يا ست الكل. يا بنتي ارتاحي، انت ما همتيش من ساعه ما جيتي. ما انا عايزه اعشيكي من ايديا النهارده وادوقك من اكلي، اصل انا ايه بقيت استاذه في فنون الطبيخ يا حضره النظره. انت طول عمرك شاطره في كل حاجه يا حبيبتي، ولو ان فتحي اخوكي اشتكى لي منك النهارده لما كلمني في التليفون. فتحي ليه بس يا ماما؟ عشان ما بتروحيش تزوري بيته، ويوم ما بتفكري تزوريه بتروحي له الجورنال، مع ان الجامعه جنب البيت. ايه هو مش بيوحشك؟ بيوحشني طبعا يا ماما، بس زي ما حضرتك عارفه انا ما بنزلش لدلال مراته من زور. اول ما بروح لهم البيت بتقلب وشها على طول وتسيبني وتدخل اوضتها، زي ما تكون عايزه تقولي يعني قصري في القعده. اكيد خايفه، خايفه ان انا اقعد عندهم بدل ما انا قاعده في المدينه الجامعيه. لكن ده عمره ما هيحصل ابدا، لان انا عمري ما فكرت في كده ولا هفكر في كده. يا حبيبتي ما انت عارفه انها شايفه نفسها حبتين، وهي متجوزه اخوكي بقالها 9 سنين دلوقتي وما جاتش زارتنا بورسعيد الا 3 4 مرات، وكل مره اخوكي يتخانق معاها بسبب الحكايه دي ومفيش فايده. ما انا عشان كده بقى ما بحبش اروح لهم، عشان ما بقاش سبب في اي مشكله. معلش يا حبيبتي ان شاء الله تروحي تزوريهم نص ساعه في البيت عشان خاطر اخوكي ما يزعلش، عشان كمان تشوفي الولاد وتطمني عليهم. الاسبوع اللي فات منظمه الشباب عملت لنا رحله لمصانع الحديد والصلب في حلوان. ما تتصوريش يا ماما المكان بقى شكله ايه، قلعه صناعيه بحقه حقيقي، بتنتج 250 الف طن في السنه. ده مش كده وبس، كمان احنا شفنا معسكرات متطوعين بتجمع مخلفات المصانع وتعمل تمهيد للطرق، وان شاء الله في الخطه الخمسيه اللي جايه اللي هتنفذها الحكومه هتنفذ كل اهدافها ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. المهم بقى النشاط المنظمه دي ما تعطلكيش عن المذاكره والامتحانات. لا طبعا يا ماما، بالعكس انا بعتبره جزء من الواجب الوطني اللي عليا. انت عارفه يا ماما انا نفسي في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ نفسي كده لما اخلص دراستي اخد الماجستير والدكتوراه في الطاقه النوويه. اشمعنى الطاقه النوويه؟ هقول لك اشمعنى، لان ده المجال اللي ممكن يضاعف انتاج الطاقه والكهرباء في مصر. ده ممكن يخلينا نقدر نعمل ابحاث، ده كمان ممكن يبقى عندنا طاقه نوويه زي الدول الكبيره ونبقى من الدول العظمى. الا قولي لي يا ماما عم العربي عامل ايه؟ كويس الحمد لله. طب ايه رايك بقى نروح نسلم عليه بعد ما نتعشى، اصله وحشني قوي. محمود ازيك يا صفاء؟ انا اصلي يعني لما عرفت انك جيتي بورسعيد يعني قلت اجي عشان اقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا محمود، متشكره قوي. محمود اهلا يا ابني، اتفضل. متشكر انا، بس يعني كنت بقول لصفاء يعني الحمد لله على السلامه. كتر خيرك يا ابني. طيب عن اذنك انا بقى من على الباب كده. معلش مره تانيه، انا بس كنت جاي اطمن على صفاء ولازم بعد اذنكم. هو محمود ماله؟
عم يوسف؟ انا ملاحظه انت بقيت تحب تقعد على السطح زي بابا. والله يا يحيى فندي انا بحب اي حاجه بيعملها عم العربي. على العموم هو زمانه جاي دلوقتي عقبال ما قبل ما نروح حضر الغدا. لا غدا ايه؟ الغدا ده ليك انت عشان تقوم عظمك كده وتبقى قوي. انا يا دوبك انا هروح السويس ازور امي وارجع لبورسعيد اخر النهار. مش عايز حاجه بطل؟ لا شكرا. انت متاكد ان هو ده المكان يا حمدان؟ ايوه عياش قال لي ان دي قهوته وانه مغير اسمه من نصحي وبقى عبده وكمان قلع الجلابيه ولبس فرنجي. امال هو فين؟ ما احنا قاعدين الصبح مستنيين. ما فاتتنيش انا سالت القهوجي وقال لي انه زمانه جاي. خلانا مستنيين بقالنا سنين على بال ما اعترنا فيه. مش هنقدر نستنى ساعه ولا تنين. هنقعد هنا ان شاء الله يجي نص الليل. ها بقى دي عامله تعملها امبارح برضه يا مرعي. ده البلد كلها بتتكلم عنها. تسيب زفه العروسه وتروح تزف حضره الضابط يوسف على خطوبته نوره وفي الاخر تتشكل مع العريس. وانا يعني كان قصدي انا لقيت العريس مش مظبوط قلت اظبطه. وبعدين ما ينفعش اشوف يوسف من غير ما اعمل معاه الواد. اقل له اوصله لغايه بيتنا سايبه. انت عارف بقى غلاوه يوسف عندي. ايوه يا اخويا عارف. والزفه قلبت بشكله ها وفي الاخر اهل العريس اكلوا علينا بقيت فلوسنا. عندك حق يا مرتضى. اجره الفرقه عندي مالهمش ذنب. يا عم والله انا ما قصدي. انا بس قصدي اسالك انت معذب نفسك ليه بالشكل ده؟ اعذب نفسي؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني طالما انت بتحب نوره بالطريقه دي ليه سبت غيرك يخطبها وهي قدام عينك؟ مع ان انت لو كنت رحت اتقدمت لها ما كانش اي حد يقدر يحوشك. الحب مش بالعافيه يا مرتضى. صحيح انا ونوره متربيين سوا لكن عمري ما صرحت لها المشاعر. هي كمان طول عمرها تعاملني زي اخوها. الله يسامحك يا عم العربي. من يوم ما خلاك تعمل عريس ونوره تعمل عروستك في حرب 56 وانت حالك مش شقلب. ايوه يا مرتضى. طول عمري احلم بنوره عروستي. وان هيجي يوم يجمعنا بيت وان مستحيل تبقى لحد غيري. لكن اعمل ايه؟ جلي خطفها من قدام عينيا وما قدرتش اعمل حاجه. ما ظروف ساعتها ما كانتش تسمح بجوازي منها. انا اللي زفتهم بالسمسميه وانا كاتم جوا نفسي. بس من يومها خدت عهد على روحي نوره تبقى زي اختها. طب خلاص طالما بقت زي اختك ليه شاغل نفسك بقى ومش قادر تنساها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نورت عم العربي. اتفضل. ازيك عم العربي؟ اتفضل عم العربي. اتفضل. هات شاي يا مرسي. امال فين عبده؟ لسه ما جاش. يبقى ليه ناموس ايده كحلي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا قلبي واكلني. ما قادرش اتحمل اكتر من كده. نفسي افرغ رصاص البنادق الثلاثه اللي اهدانا دول في صدره. نتيجي ندور على عنوان بيته ونروح له هناك ونخلص عليه. لا بلاش يا رزق. لما يكونش في البيت ويعرف ان احنا بنسال عليه ويهرب. خليه لما يجي هنا ونقبضه على روحه زي عزرائيل. اعمل عربي راح فين اعمل عربي؟ اعمل عربي. الله هو اما انتوا كده ليه من غير ما يقولوا السلام عليكم؟ خد يا اخوي خد يا اخوي اشرب البرشامه دي ووراها الشاي وان شاء الله الصداع هيروح منك على طول. الف سلامه يا اخوي ليك. يا ترى مين اللي هيجي لنا الساعه دي؟ عم العربي يا اهلا وسهلا يا الف خطوه عزيزه. عم العربي يا اهلا. ده النور ده ده النور ده بقالك زمان ما زرتناش. تعال اتفضل اتفضل. ازيك يا عبدو؟ ازيك يا مجرجس؟ ان شاء الله تسلم وتعيش يا اخوي. اتفضل استريح اقعد اقعد. يا مجرجس اعملي شاي لعم العربي. من عينيا. حاضر. شاي بس؟ ده الدنيا كلها لعم العربي. عبدو ما نزلتش ليه القهوه النهارده؟ انا كنت نازل دلوقتي. الحقيقة عندي صداع ممسك راسي من الصبح مخليني ما شايفش حاجة. سلامتك ألف سلامة. الله يسلمك عم العربي. لكن خير قصدي يعني. قلت ألحقك قبل ما غيري يلحقك. إيه؟ قصدك إيه؟ الصعيدة بلدياتك ولاد فرجاني عرفوا مكانك يا عبدو مستنينك على القهوة. الظاهر إن كان عندك حق لما قلت إنهم لسه بيدوروا عليك وعايزين يقتلوك. نهار أخبر نهار أسود ما طلعتلوش شمس. يعني اللي كنت خايف مني حصل. اهدى اهدى يا عبدو واسمعني. يا لهوي في ايه يا عبدو؟ مالك يا اخوي؟ ولاد فرجاني ولاد فرجاني عرفوا مكاني مستنيين على القهوة عشان يقتلوني. يقتلوك؟ يا لهوي يا خرب بيتك يا بديعة يا خرب بيتك يا بديعة. خلصتي و
الولا يا ام جرجس. انا لازم اهرب، لازم اهرب بسرعه. ام جرجس لمي خرجاتك وهات الواد ويلا نهرب. مش عيب عليك يا راجل، عايز تهرب؟ اهرب بعمري يا عم العربي. انت بقالك سنين هربان وعرفوا مكانك، ولو هربت لاخر الدنيا برضه هيدوروا ويعرفوا مكانك. عايز تعيش عمرك كله هربان يا عبده؟ الهروب خوف والخوف موت. عايز تعيش عمرك كله ميت يا عبده؟ انت عمرك ما كنت جبان. ايه اللي حصل؟ اللي في ده يا عم العربي، الله يرضى عنيك، سيبنا انفد بعمري. العمر واحد والرب واحد يا عبده، وكل بني ادم اجله متحدد بالساعه والثانيه. انت مش مؤمن بكده؟ ايوه. وما جبت لهمش الحكومه ليه يا عم العربي لما عرفتهم؟ ما رضيتش يا ام جرجس، قلت البوليس هيجي يحصل ضرب نار يروح فيها قتيل ولا اتنين، يبقى بدل ما نصون الدم ونمنعه هنسيبه يسيل اكتر. لكن يا عم العربي. ما لكنش، بقول لك العمر واحد والرب واحد، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. قصدك ايه يا عم العربي؟ احنا هننزل انا وانت نروح القهوه دلوقتي يا عبده. هتقول ايه يا عم العربي؟ عايزنا نروح للموت برجليا؟ مش لوحدك، ما انا هكون معاك، يا نعيش سوا يا نموت سوا. انت مالكش صالح بده، انت ذنبك ايه؟ ذنبي ان انا صاحبك يا سيدي، وعارف ان انت بطل، وعشان بطل انا مرضلكش تعيش هربان وخايف. يا راجل ده انت ما هربتش من الانجليز بكل سلاحهم. الانجليز كانوا اعداء يا عم العربي، كان لازم اقف قصادهم، اقومهم، احاربهم يا قاتل يا مقتول. لكن اللي مستنينا على القهوة دول عمرهم ما كانوا أعداء لي. يبقى لازم تواجههم، تتكلم معاهم وتتفاهم، وتفهمهم إن مالكش ذنب في اللي حصل زمان، وربنا قال في كتابه العزيز الحكيم وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن أبو العربي دول ناس ما يعرفوش التفاهم. غلطان يا عبده، الحيوانات بس هي اللي ما تعرفش التفاهم عشان ربنا ما ادهاش عقل، انما البني ادم ربنا اداله عقل يميزه بيه. يا عم العربي، يا عم العربي، انت ما تعرفهمش زيي. عارفهم، عارفهم كويس قوي، ولاد حواء وادم زيي وزيك، بياكلوا بيشربوا وبيتجوزوا ويخلفوا من يوم ما ربنا خلق الكون، ولما بيجي عليهم محنه بيرفعوا ايديهم للسماء ويقولوا يا رب، ولو حد من اهلهم عي ولا اتصاب مش بيخافوا يبكوا؟ ايوه، يبقوا بني ادمين بيحسوا، مش وحوش في غابه ما بيحسوش. يا عم العربي الكلام ده ما منوش فايده، ارجوك سيبني اخد خلجاتي ومراتي وابني واهرب. محدش بيهرب من قضاه، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وانما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. ونعم بالله. لكن يا عم العربي. ما لكنش، سيبها على الله، ارمي توكالك وهمومك عليه، ما حدش يقدر يقدم الموت ولا يأخره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صدق الله العظيم. يلا يا عبده ما تخافش، جمد قلبك، ولا انت خلاص بقى ما بقاش عندك ثقة فيا. كيف تقول كده يا عم العربي؟ ده انا امشي وراك لاخر الدنيا وانا مغمض عيني. انت لو قلت لي ارمي روحك في البحر هرمي روحي حتى لو كنت ما اعرفش اعوم. يبقى تسمع كلامي وتقوم معايا. ماشي ماشي يا عم العربي، انا جاي معاك، بس لو حصل لي حاجه مرتي وابني امانه في رقبتك. انا حاجه معاكم. لا لا لا، خليك انت يا ابو جرجس. واسيب عبده لوحده؟ لا، انا هسيب ابني عند الجيران واجي معاكم، واذا كانوا عايزين يموتوا عبده يموتوني انا كمان معاه. لكيت عبده يا شرعيه، هو مش جايب قهوه في مخلوق برضه ولا ايه؟ هو ملهوش عاده يتاخر، لكن انتوا مين وعاوزينه ليه؟ وقف، ما تسالش اللي ما يخصكش. يكونش حد قال له ان احنا قاعدين مستنيينه على القهوه ولا شم خبر؟ يا نهار اخبر يا رزق، يبقى هيهرب مننا ومش هنعرف له طريق جره تاني.
يبقى لازم نعرف عنوانه ونعكشه قبل ما يهرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نصحي جيت لفضاك يا نصحي. يبقى لازم ناخذ طال ابونا عشان يرتاح في قبره. امسك. قلتوا اللي عندكم خلاص؟ الساعه دي مش ساعه كلام، دي الساعه اللي عزرائيل هيقبض فيها على روح نصحي بطلقه واحده علشان نقدر نرفع راسنا وسط البلد وناخد عز ابونا. يا خرب بيتك يا بديع، يا خرب بيتك يا بديع، الحقونا يا ناس، الحقونا يا خلقكم، دول هيموتوا الراجل ببلدكم. حرام عليكم، انا عملت لكم ايه؟ ليه عايزين تقتلوني وتحرموا ولدي مني؟ بس يا عبدو ما تعيطش، العياط مش للرجالة، وانت راجل وسيد الرجالة. قبل ما تدوسوا على الزناد فكروا بعقلكم اللي ربنا اداهولكم. سهل قوي انكم تدوسوا على الزناد وتاخدوا روح مخلوق من مخلوقات الله، لكن التمن هيكون ايه يا ترى؟ فيه رصاصة تطلع من بندقيتها تخلي صاحبها بطل، ورصاصة تانية تخلي صاحبها مجرم، يركبوا العار العمر كله. الرصاصة لو اتنشنت في صدر العدو تخلي صاحبها بطل، إنما لو راحت في صدر أخوك ولا قريبك ولا صاحبك ولا جارك حتى تركبك العار العمر كله. رصاصنا هو اللي هيغسل عار. أبيل قتل أخوه أبيل، أول دم في التاريخ، أول جريمة من يوم ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس. الجريمة دي فتحت سكة الشر في الدنيا. أبيل سفك دم أخوه أبيل، وانتوا جايين تكملوا رسالة أبيل وتسفكوا دم أخوكم، أخوكم من أمكم وأبوكم آدم وحواء. وسع شرع أنت هو، خلينا نخلص من البلد دي. لما اتكلم تسمعوني كلكم. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام لما ربنا أمره وطاعه كان هيضحي بابنه، لكن ربنا سبحانه وتعالى مرضيش بسفك الدم، وانتوا جايين تسفكوا دم أخوكم، ومش عشان رضا ربنا سبحانه وتعالى، لا، عشان ترضوا الشيطان اللي جواكم، عشان ترضوا شهوة الغل والانتقام والحقد والكره اللي جواكم. جايين تسفكوا دم أخوكم، الاختيار ليكم، يا إما ترضوا ربنا سبحانه وتعالى يا ترضوا الشيطان اللي كفر بربه واللي يعمل زيه يبقى كافر زيه. احنا مش كفر، ما تركبنا الذنب يا شيخ. مش عايزين تاخدوا ذنوب، اسألوا نفسكم، لو كان أبو عبده قتل أبوكم سواء قاصد أو مش قاصد، طب عبده ذنبه إيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ما بيحاسبش العبد إلا على اللي بيعمله، وانتوا جايين تقتلوا واحد ملوش أي ذنب، عايزين تعملوا قانون يخالف قانون ربنا. ما انتوا تبقوا زي الشيطان اللي عصى ربه. كفايه بقى كلام ماسخ. انت اسمك ايه؟ حمدان. بتصلي وتصوم يا حمدان؟ الحمد لله، دي فرض علينا. ازاي بقى بتصلي وتصوم وتعمل فروض ربنا وانت بتعصاه؟ ازاي ترفع ايديك للسماء وتدعي ربنا انه يحميك ويحمي ولادك وانت جاي تقتل النفس التي حرم الله قتلها؟